أعزائي طلاب صف أول ثانوي مادة الكيمياء، هنكمل النهاردة كلامنا عن النانو تكنولوجي. في وحدات بنستخدمها في الطول معروفة، في الكيلومتر وفي متر والمليمتر، وفي وحدات انت ما سمعتش عنها اسمها مايكرومتر، وفي النانومتر اللي احنا بنتكلم عليه السنة دي. الكيلومتر طبعا مش موجود قدامي، لكن الكيلومتر ممكن يتحول لمتر، يضرب في 1000، تعرف الكيلومتر في 1000 متر. المتر ممكن نحوله لمليمتر، المتر في 1000 مليمتر، المليمتر الواحد في 1000 مايكرومتر، المايكرومتر الواحد في 1000 نانو متر، يعني النانو متر اصغر واحد فيه. لو حاولت حبيت ان انا احول من متر لمليمتر، اضرب في 1000 او اضرب في 10 اس 3، اضرب في 10 اس 3، اضرب في 10 اس 3. لو حبيت احول من متر لنانومتر، اضرب في 10 اس 9، من متر لمايكرومتر اضرب في 10 اس 6. العكس، لو حبيت ان انا احول من نانومتر لمايكرومتر، اقسم على 1000 او اضرب في 10 اس 3، وهكذا اضرب في 10 اس 3، اضرب في 10 اس 3، طبعا اضرب في 10 اس 3 يعني بقسم على 1000. هنا مسائل بسيطة في التحويل. لو مثلا بيقول لي 6 متر يساوي كام نانومتر، من متر لنانومتر راح كاتب 6 في 10 اس 9، العكس بتاعها من نانومتر لمتر اكتب 2.5 في من نانومتر الى متر اضرب في 10 اس ناقص 9، وهكذا. لو حبيت احول من هنا لهنا، من هنا لهنا اضرب في 10 اس ناقص 6، لكن من العكس كده اضرب في 10 اس 6، وهكذا. دي ممكن تدرب عليها المسائل دي. في عندي تعريفات للنانومتر. ايه النانومتر ده؟ اللي هو اختصاره ان ام، دي الوحده اللي بنستخدمها في قياس الابعاد الصغيره جدا. رقم في 10 اس ناقص 9 متر ده يعتبر هو النانومتر. خلاصة الكلام، النانومتر ده 1 على مليار من المتر، يعني 1 على 1 وقدامه 9 اصفار، ده المليار. والمليار هو نفسه البليون، البليون بالباء، فهو نفس التعريف. مين من الاعداد اللي جاية دي يمثل النانومتر؟ ده اللي يمثل النانومتر رقم في 10 اس ناقص 9، يبقى الاجابة عندي هنا دي 1 10 اس 9، اي رقم في 10 اس 9 متر يبقى ده يعتبر نانو. الحجم النانوي ده طبعا الحجم اللي احنا بنوصل له بعد عمليه تقطيع كتير جدا، ده الحجم اللي بتبدا تظهر فيه الخواص النانويه الفريده، اللي هو بيكون اقل من 100 نانو متر. اي وحده اقل من 100 نانو متر تعتبر، ده يعتبر حجم نانوي. ده كيمياء النانو ليها تعريفين، ده بيختص العلم، بيختص باكتشاف وبناء، يعني تنتج المواد النانوية، او التطبيقات، بيتعامل مع التطبيقات الكيميائية بتاعتها. ده كيمياء النانو. شوف، كيمياء النانو يا اما بتبني المادة بتكتشفها وتنتجها، يا اما بشوف لها تطبيقات كيميائية. اما النانو تكنولوجي بقى، ان انت عندك مادة كيميائية اساسا، مادة نانوية اساسا وحجمها صغير جدا، وانت عايز تشوف لها استخدام، فبتعالجها او تعاملها معاملة معينة، بالظبط كأن عندك ضبط دقيق الدقيق اللي بنعمل بيه الاكل ده. انت لو صنعت الدقيق يبقى انت كده كيمياء، زي كيمياء النانو. لكن انت لو هتشوف بقى الدقيق الباودر ده، طبعا هو ملوش استخدام، هو باودر كده، لازم تعالجه، يعني تحط له اضافات تانية علشان خاطر ينفع بقى تعمله كيك، تعمله مش عارف، يبقى انت كده بتتكلم عن التكنولوجيا. فانت عندك مادة نانوية وانت بتعاملها او تعالجها علشان تصنع منها حاجة مفيدة، يبقى ده نانو تكنولوجيا. لكن هنا انت بتصنعها نفسها عشان تجيب الباودر، هنا انت عندك الباودر بس عايز تدخله حاجات اسمها معالجات او طرق للمعاملة علشان خاطر تحوله لسلعة معينة. الخواص اللي بتتغير بعد ما وصلت لحجم النانو هي الخواص دي. اللون بتلاقيه اتغير بعد ما وصلت لحجم النانو، والشفافية بتتغير، والقدرة على توصيل الكهرباء والصلابة والمرونة وهكذا، ونقطة الانصهار وخواص التفاعل وهكذا. كل ده السبب في ايه؟ التغيرات دي كلها اللي حصلت، اللي هي بنسميها الخواص الفريدة دي حصلت ليه وجات ليه اتغيرت ليه؟ عشان وصول لحجم النانو، اللي السر فيه كله ان مساحة السطح
بقت كبيرة جدا جدا، أو بمعنى آخر النسبة بين مساحة السطح إلى الحجم بتبقى كبيرة جدا. طبعا الحجم بيبقى ثابت، أنت مش معنى إنك طحنت المادة إنك غيرت حجمها، لكن غيرت مساحة السطح بس زودتها. وإن شاء الله الحصة الجاية نبقى ناخد تطبيقات نانو تكنولوجي في الحياة. شكرا، والسلام عليكم.